معانا باذن الله لقاء الصلاه على النبي مع معلم حسين والمعلم عماد. بالصلاه على النبي، ازيكم معلمين؟ ازيك يا باشا؟ عاملين ايه يا باشا؟ نفسك تقول يا معلم بالصلاه على النبي كده؟ انا نفسي اتشرف بحضرتك الاول واعرف اسم حضرتك، وبعد كده هنعمل اللقاء ما بيننا وما بين بعض باذن الله، يبقى في معرفه ما بيننا وما بين بعض. هنسمع بعضين بالصلاه على النبي وقناه اصل الريف. بالصلاه على النبي. اتفرج معانا شابتين هم تتفرج عليهم، واحده كسر جوز واحد، دي عجله كسر، ودي معاها جوز خناسي وراها انتاي، ودي معاها دي وراها انتاي. بالصلاه على النبي. بنتها بنتها السمنتال دي، السمنتال اللي هي البيضة دي. بالصلاه على النبي. السمنتال دي بنتها الخليط براون ده. السمنتال والده بقى قد ايه؟ والده ما كملتش ثلاث ايام. ثلاث ايام. بالصلاه على النبي. يعني ولد ليه يا معلم؟ بالصلاه على النبي. دي اول ولد. دي اول ولد ليه؟ عمرها قد ايه؟ دي عمرها سنة ونص. ده لسه كسر جوز واحد، عمرها ممكن يخش في سنة وست شهور تقريبا، يعني سنة ست شهور. أربع حلبات بالصلاة على النبي. أربع حلبات. ليه صلاة النبي؟ تعال. بتحلب كام يا معلم بالصلاة على النبي؟ دي إن شاء الله 8 حلبات. أنا عايز أقول لك على حاجة. الإسلام عندنا بيقول الرزق دي بتاع ربنا. بتاع ربنا. ماشي. ما تقولش لا 5 كيلو ولا 7 كيلو ولا 40 كيلو. والله ما دي مع مين؟ لا اصل في تجار ما بنقولش حاجة. ما بنقولش لا 7. لا شيل عليه. على اللي ربنا يديهولك. كتير وانت نظرك مش وياك، انت نظرك معاه. كنت تفتح بقى بعد اذنك. تعالى كده. نظرك مش وياك. طب انت نظرك مش وياك يعرفك. شوف السن اهو. سنتين اتنين اهو. بالصلاة على النبي. سنتين اتنين اهو. صور ابوك اهو. بالصلاة على النبي. سنتين اتنين اهو. وراها بنتها. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. مال طيب. الصورة لسه عجينة اهي. اللهم صل عليك انا. اسحبها لك بقى كمان شوية تفرج. اسحب يا معلم. اللهم صل على النبي كده. خد يا حبيبي. الله وكيل يا رب. اللي ياخدها يلاقي فيها كيلو، يلاقي فيها 50 كيلو. رزقه هيجيله. مصيتك من ايه؟ ايه نقول 40 ويرجعوا 20 ونرجع نجري ورا بعض ونقول ده ما فيهاش ده فيها؟ لا رزقك هيجيله. خد يا فارس. فارس. يا ده فارس. انا بروح اخر الدنيا. قناه ايه؟ يعني انا بكره ان شاء الله اثنين ده منهور. قناه ايه؟ اصل الريف. اسحب يا باشا. اصل الريف؟ اسحب يا باشا. روح على مقدمات 20 ونص. اسحب يا حبيبي. اسحب يا حبيبي قول وحده كده. صل على النبي. يا نورك يا محمد. تفاحه. اللهم صل على النبي. طيب. وقعد من ده مال يا رجاله. ببلاش ببلاش. خش عليا يا معلم. خش. بالصلاه على النبي. خش. ببلاش. الله وكيل. ببلاش. والله لو ما عاد الله اللي يسمي لك عليها 32. الله لك البرامج. الله وكيل. لو ما عاد الله اللي يسمي لك عليها 32. يا عم الحاج. ب 26 600 حي على الكلام. 37 والله. انا مبرك السبع. مبركي والله ب 37. انت سالتني 100 مره. عرق. خش على الثانية بالصلاة على النبي كده. الثانية معايا جوز بس محلوبة. محلوبة. اه. امبشع فريت يوب. قول له امبشع فريت يوب. روح يا ولا. جد روح يا ولا. محلوبة شوف. شدوا ماشي الطر. اصل الريف. شدوا ماشي الطر. بالصلاة على النبي. مال طيب. محلوبة. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. ورينا كده بوها كسرة ولا ايه بالعكس. تعال يا باشا. تعال يا غالي. هو كده. خنصر اهو. خنصر بالصلاة على النبي. اهو والثانية برضه اهو. بالصلاة على النبي. خنصر الثانية. والثانية برضه اهو. أنا ولدي لا ده. والله محلوبة. ماشي. أنا ولدي لا ده. دي لا ممكن يطلع. اه الثاني. الثاني. وراها ايه؟ وراها ايه؟ اطلع يا ابني. الحلال حلو. وراها انت. الحلال حلو. بالصلاة على النبي. روح يالا. مش كرك ولا فنك يالا. والله ده انا شايلك على كتفي يالا. تعالوا هنا. هاتوا لي هنا. انا في شايلك على كتفي ولا لا؟ يا حاجه انا قصدي عليك. دي الله وكيل ب 23700 واحنا حاضرين. 11 23700 وبنتها الصبر اللي قدامك البراوند. صل على النبي. البراوند حي على الفلاح. انا مغير. الحلال حلو. بص لي هنا كده اقول لك ايه. والله الحلال حلو طبعا. لازم والله والله هتبقى معايا ان شاء الله. والله الحلال حلو. البيت باذن الله. مش عايزين الحلال بتوع ربنا. عندنا دكاتره. عارف يعني ايه عندنا دكاتره؟ مش هقول لك غير كده. قول رقم تليفون حضرتك بقى. 0190 66 055. بالراحه. 0100. والله العيل الصغير كده يحفظه. 0100. 0100. اه. 90. 90. 66. 66. 055. 055. بالصلاه على النبي. اسم حضرتك بقى. عرف اسم حضرتك للمشاهدين. المعلم حسين خضر.
متواجد فين بالصلاة على النبي؟ متواجد فين؟ متواجد في أبو مشهور بركة السبع منوفية. بالصلاة أي حاجة تعجب المشاهد إلا موجود عند حضرتك. كل اللي أنت عايزه في السوق في البيت. كل اللي أنت عايزه. قدام ربنا سبحانه وتعالى. بالصلاة على النبي. مال طيب فاخر بصراحة أسعار فوق الخيال. والسلام عليكم. أسعار بما يرضي الله. وبركاته. بما يرضي الله بالصلاة على النبي.